فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل الاستغفار بنية حصول أمر دنيوي جائز؟ وهل يجب استحضار القلب عند الاستغفار؟ الصالحات هي سبب لإدراك المطلوبات. العمل الصالح سبب لإدراك الخير في الدنيا وفي الآخرة. لكن التحديد بأن من عمل عملا معينا أدرك النتيجة الفلانية هذا يحتاج إلى دليل. فمن مثلا من قال من تصدق صدقة كان ذلك سببا لطيب ذكره وجمال سيرته أو طول عمره قيل له أين الدليل على هذا؟ الله تعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في أثره وينسى له في وينسى من أحب له من أحب أن يبسط أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فهنا يعني ينسى له في أثره إما أن يطال في عمره أو يطال في ذكره الحسن بعد موته فليصل رحمه، هذا سبب. فمن فعل هذا لإدراك هذه النتيجة فإنه قد فعل ما هو سبب لنتيجة جاء النص بها. لكن من قرأ سورة البقرة 40 ليلة فإنه يدرك حاجته، ما في دليل على هذا، نحتاج إلى دليل على مثل هذه الأشياء. لكن عموما البقرة أخذها بركة وتركها حسرة على وجه العموم، مرة أو 10 مرات هذا دون تحديد، لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمثل هذه الفضائل. كذلك الاستغفار سبب للخيرات ويجلب الله تعالى به الصالحات ويدفع به السيئات، لكن ليس هناك دليل على أن الاستغفار يحقق حاجة بعينها. أما كون الاستغفار سبب لإدراك الخيرات فهذا صحيح، وسبب لدفع الشرور فهذا صحيح، دلت عليه عمومات النصوص. أحسن الله إليكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.